ظهور مفاجئ لزين عاشور زوجة عمرو دياب، ومفاجأة بشأن انفصاله عن دينا الشربيني. بإطلالة كلاسيكية عادت سيدة الأعمال السعودية زين عاشور إلى الظهور من جديد بعد اختفاء دام لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ربطه البعض بأخبار متداولة عن انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربيني. وظهرت زوجة عمرو دياب في إحدى المناسبات العامة بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستان أسود طويل وذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه لا يحمل أي نقوشات، كما أنه مكشوف من الجانب، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة. كما ظهرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مؤخراً، حيث نشرت زين عاشور زوجة عمرو دياب صورة مجمعة لتوأمها كنزي وعبد الله دياب عبر حسابها على انستغرام، وهنأت زين عاشور ابنيها بعيد ميلادهما، إذ علقت على كل صورة: عيد ميلاد سعيد يا حبي، كل منكما أكبر مني الآن، أحبكما. ويتزامن هذا الظهور مع انتشار بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن خلاف ما بين عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني. سبب الشائعات هو غياب دينا الشربيني عن آخر حفل غنائي للهضبة عمرو دياب في موسم الرياض، وهو أمر نادر الحدوث في حياة الفنانة التي لا تغيب عن معظم حفلات الهضبة. الأمر الذي أكد تلك الشائعات أيضاً ظهور الفنانة دينا الشربيني بمفردها أيضاً في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وانفعالها غير المبرر على عدد من المصورين أثناء تغطيتهم للجنازة وتصوير الفنانين الحاضرين، أعطى أيضاً انطباعاً أنها تمر بأزمة نفسية شديدة. ولكن المفاجئ في تلك الأزمة أن مصدر مقرب من عمرو دياب ودينا الشربيني نفى وجود أي خلاف بين النجمين، مؤكداً أن علاقتهما على ما يرام، وأن غياب دينا الشربيني عن الحفل لأسباب تتعلق بانشغالها في التصوير فقط. فهل يتعلق الأمر بالتصوير فعلاً أم أنهما انفصلا؟